خالد البلطان رجل التحدي، والفارس الشرس الذي ترك لخصومه أن يستعيدوا أحلامهم ويضمدوا جراحاتهم. خالد البلطان الاسم المحفور في ذاكرة التحدي والنزالات الشرسة، الرجل الذي يصنع التحدي ويوقظ الخيول الأصيلة من مناماتها، الرجل الذي يحرس كبرياء الليث ويقوده إلى منصات التتويج. خالد البلطان الرجل الذي لا يقايض على الحاضر فقط، لكنه يحمل هذا الحاضر إلى المستقبل، ويحمل معه هذا الشيخ إلى حدود الشمس. خالد البلطان الفارس الذي يحمل قصائد العشاق فيهديها لهذا الكبير، وبهذا الإنجاز يحق للبلطان أن يبحث لليته ظلاً أطول من قامة الشمس واخضرار العشب. تظل أبا الوليد مهما اختلف الآخرون معك أو اختلفت معهم شامخا كأعناق الجياد النافرة. أبا الوليد، بهذه الروح الشبابية التي تسكن قلبك تؤسس لمرحلة مستقبلية فيها الأمن وفيها الطموح بقدر ما فيها من التحدي. أبا الوليد، بروح التحدي سيتذكر الشبابيون جيدا أنك رجل كل المراحل، تنقل الشباب من بوابة السحاب إلى بوابة العطر. خالد البلطان من رائحة الأرض تصنع للشبابيين بخورا فاخرا يليق بكأس المليك. قبل قليل سألني صديق، خالد البلطان يشبه من؟ فقلت له كفارس ذهب يغسل أجساد خيوله العائدة للتو من ميدان السباق، ثم أخذ يجفف ينابيع الدم التي تبجست فوق ظهور خيوله. ألم أقل لكم أن التحدي العذب لو تجسد رجلاً يشبه خالد في تحديه لأصبح التحدي هو رهان البلطان الذي لا يخسر. تركيش ديد كورة.